هلو، كنتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم في قناة لو بيتي مون دو سابرين. اليوم نقدم لكم طاجين باللحم والخضار. يلا معايا نوريكم المقادير. غنمي على حسب الناس، تاخذوا اللحم بكري كما فولي. في العطرية عندكم سكنجبير، الخرقوم، الفلفل الأحمر وأكحل، وشويه ديال الثومه بودره، كونسونطري ديال الطوماط، وضامه ديال حولي ديال الغني، و عندكم قزبر معدنوس، و ثلاثه ديال الثومات، مطيشه، وفي الخضر عندكم جلبانه، لوبيا، وبطاطا، والبصله. يلا نوريكم لا بريباراسيون، الطريقه ديال التحضير. Alors, on va faire la marinade. On va faire les épices. Je vais aller à la page. Ensuite, quand on a le chum, quand on reste les noms déjà, on souffle la marinade. Thank you.
voilà, normalement la marinade, lorsqu'on traitera ou traitera à une heure باش تشرب مزيان، ولكن انا ما عنديش الوقت باش نديرها، دونك انا نديرها ديريكتومون. فوالا زيت خلينا voilà ensuite quatre les enfin il te comme ça minutes on va endormir on va faire attendre 5 minutes on mange bientôt voilà le chou vient de chauffer d'abord on a fait au bousla les petits petit morceau on va le faire chauffer un peu ناخذ ديك شويه ديال الطعم اللي بقات لنا ونركوها هنايا باش نشرب تاني ديك الصوص ديالها فوالا دابا خليناه يتشحر مزيان دابا غنديرو الخضر اللوبيا فوالا درنا اللوبيا دابا غنديرو البطاطا دابا غنديرو جلبانة فوالا دابا غنديرو داك القزبر مع الناس اللي بقى